كنا نتحدث عن الدور الأوروبي وهل اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لرفح الفلسطينية كتب شهادة وفاة للنظام العالمي القائم؟ لأكمل حول التصويت في مجلس الأمن، نعم. إذا كنت أتوقع أن يكون التصويت الفرنسي إيجابيا، يمكن للتصويت البريطاني أن يكون في الامتناع عن التصويت، ولكن المسألة ستدور من جديد حول الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تعتبر أنه من دون تحضير دبلوماسي كافي هذا القرار لن يصل إلى نتيجة. أنا لا أؤيد موقف الولايات المتحدة، لكن واقعيا من دون تغيير البيئة السياسية الإسرائيلية ومن دون ترتيب البيت الفلسطيني، حتى لو اتخذ القرار في مجلس الأمن لن ينفذ. أما بالنسبة لوفاة النظام الدولي، مجلس الأمن الدولي لا سمع ولا بصر، ولم ينصفوه، فمن سموه قد كذبوا. قتل الضعيف حلال في شريعته، فالأمن مات وعين السلم تنتحب. ماذا نقول أكثر من ذلك؟ نعم، النظام الدولي مات ليس من اليوم. موت الإنسانية في غزة هو إعلان وفاة للنظام الدولي، إعلان وفاة لكل من يدعي أنه يدافع عن قيم إنسانية. لكن هذه هي الحروب، الحروب دوما تجلب الدمار، يدفع ثمنها الضعفاء والبؤساء. الشعب الفلسطيني قدم قربانا على مذبح لعبة الأمم، لكن بالرغم من كل شيء صوت فلسطين يصدح الآن في كل أنحاء العالم. أصبحت فلسطين مرادفا للمطالبة بالتحرر في كل أنحاء العالم. ومن هنا لو كان هناك وفاة لنظام لن نترحم عليه، لأنه غير عادل. يجب أن ينبثق نظام أكثر عدلا، أكثر مساواة وأكثر نزاهة. دكتور خطار، أعلنت عدة دول أوروبية وهي أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا أنها قد تعترف بدولة فلسطين خلال الأيام القليلة المقبلة. برأيك إذن ما هي انعكاسات تلك الخطوة على القضية الفلسطينية من ناحية، ودلالتها نحو توجه دول أوروبية أخرى باتخاذ نفس الخطوة؟ يعني هذه خطوات جريئة وخطوات سيكون لها وزنها. أذكر أنه من افتتح الطريق في أوروبا كانت فرنسا في العام 1972، عندما اعترفت بالحق الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية. وكانت فرنسا أول من استقبل ياسر عرفات في باريس، وهي التي مهدت الطريق لتطبيع العلاقات بين الفلسطينيين والغرب ككل والولايات المتحدة بالذات. أوروبا لم تكن بعيدة، لكن مشكلة أوروبا أنه دوما كان عندها أفكار إيجابية، لكن لم تتمكن من ترجمة هذه الأفكار. بالطبع لا ننسى الحقبة الاستعمارية، لا حقبة وعد بلفور ولا الغزو الثلاثي ولا حقبات أخرى، لكن الزمن يتطور يتغير ونتأقلم مع هذا الزمن. أظن أن هناك مصلحة استراتيجية لأوروبا في السلام في الشرق الأوسط، في الاستقرار في الشرق الأوسط، وهذه مسؤولية كبرى. في ضوء تصريحات وزير الخارجية البريطاني مؤخرا بأن المملكة المتحدة لن تدعم قيام إسرائيل بعملية كبيرة في رفح ما لم تكن هناك خطة واضحة للغاية عن كيفية حماية السكان، وأن بريطانيا يعني لم تعد بعد لهذه اللحظة، كيف ترى موقف بريطانيا من اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لرفح الفلسطينية، ولماذا برأيك لم تتخذ قرارا بشأن تعليق الأسلحة إلى إسرائيل برغم أن هناك ضغوط متزايدة على رئيس الوزراء ريشي سوناك بما في ذلك من داخل حزبه؟ بالفعل يعني مقارنة بالانحياز الكامل لإسرائيل بعد 7 أكتوبر من قبل الكثير من الدول الأوروبية، نلاحظ الآن بعض التبدل النسبي في مواقف ألمانيا وبريطانيا مثلا. لكن في بريطانيا بالذات كما في فرنسا وألمانيا الولايات المتحدة روسيا الصين، يعني عند كل تجار السلاح في العالم، مسألة تجارة الموت مسألة يعني هم ينظرون كثيرا حولها، لكن عمليا هناك دوما نوع من الاستسهال، لأن صناعة السلاح تضر كثيرا على هذه الدول من أموال. القيم هنا تسقط، وفي موضوع هذا بالذات في بريطانيا هناك نعم نقاشات داخل حزب المحافظين،
هناك مطالعات قانونية، هناك كل شيء، لكن على ما يبدو ليست المصلحة العليا البريطانية. هنا يمكن أن نتكلم عن نوع من النزعة الاستعمارية المتأصلة التي تمنع أخذ اتجاهات معينة. نعم. وهذا الدفاع المستميت عن إسرائيل شيء مستغرب، لأنه في نهاية المطاف إذا نظرنا أين ستكون مصلحة بريطانيا وأوروبا والعالم؟ ولكن دكتور خطار، مصلحة الجميع هو في الاستقرار والسلام. نعم. العادل. ولكن دكتور خطار، يعني في حديثك ذكرت بأن الولايات المتحدة تتخذ قرارات ثم يتبعها بريطانيا وفرنسا، إذا برأيك لماذا لا تتخذ الدول الأوروبية المؤثرة خطوات استباقية وليست خطوات تابعة لمواقف الولايات المتحدة الأمريكية كوسيلة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها على غزة؟ لأن هناك انقسام أوروبي الآن. بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي، وداخل الاتحاد الأوروبي فرنسا قوة مؤثرة، لكن ألمانيا مثلا كما هولندا كما إيطاليا كما النمسا تنحاز تماما لإسرائيل. فرنسا موقفها تحسن عن 7 أكتوبر، ولكن ليس بموقف جاك شيراك أو موقف فرانسوا ميتيرون أو موقف شارل ديغول، هذا موقف يعني محدود حتى الآن. الأهم، نعم، يوما من الأيام على هذه الدول أن تثبت إمكانية استقلالها الاستراتيجي. هذه مسألة تخص مستقبلها، وإلا ستضيع بين صراع الجبابرة، ستضيع بين العملاقين الأمريكي والصيني في يوم من الأيام. نعم، جزيل الشكر لك دكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية على كل هذه المعلومات والتوضيحات، كنت معنا من باريس، أشكرك جزيل الشكر.